سالي، بدنا نروح لفقرة نحكي فيها عن قدرة استثنائية ممكن نكتشف من خلالها الجانب العبقري لدى الطفل، إزاحة الستار عن الطاقات التي يمتلكها. الحساب الذهني يا سلمى مهارة بمعادلة تعليمية خاصة قد يتحول إلى طاقة ابتكارية عند الطفل، واليوم ضمن مساحتنا الصباحية هو مع الآنسة رفيدة مكية مدربة حساب ذهني. ممكن لكل أم تعرف كيف ممكن تلاحظ القدرات والمقدرات المختلفة عند طفلة وشو الخطوات لحتى تنمي وتكبر هيدي القدرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم. يسعد صباحك أستاذة رفيدة. خلينا نبدأ مع حضرتك من مهارة الحساب الذهني، برأيك هل هي اليوم هي موجودة عند كل الأطفال وممكن تكون مخبأة، أم هي طاقات استثنائية بتظهر عند البعض فقط؟ هلا إذا نحن أخذنا مثلث الموهبة، يعني كيف بيصل الطفل للموهبة وكيف عنده قدرة ولا عنده مهارة، بدنا نبلش بالقدرات. يعني هل يستطيع الطفل إنه يخضع لهي المهارة؟ من هون بتبلش. يعني هو بيعرف الأرقام، بيعرف إنجليش وعربي، يكتب الأرقام، بيعرف مدلول الرقم، بس منا بحاجة لأكثر من هيك. المدرب هو بيسقل هالقدرة ليساويها مهارة عند الطفل. نعم، يعني للتدريب هو كمان حصة كتير كبيرة، ولكن أحيانا بيكون عند الطفل خلينا نقول قدرة هيك مميزة ما ممكن يكتشفوها الأهل، يمكن ممكن يكتشفوها بالمدرسة، لازم يخبروا الأهل عنها، بس هي بتكون القدرة يمكن شوي بتعود لعامل وراثي، ولا إذا كان حدا مثلا الوالد شاطر بالرياضيات فإجباري الابن بيكون هيك، هل إلها علاقة؟ هلا هو إلها علاقة بالرياضيات أكيد والأرقام والحسابات، وقديش الطفل بيحب الأرقام، لكن هي الحساب السحري تعتمد أكثر على الخيال، قديش طفلي عنده خيال، قديش طفلي بيقدر يركز أكثر بمعلومة نحن عم نحولها للحساب، لكن هي حقيقة ما لها أرقام. نعم. أبدا، هي تركيز خيال، قديش نحن بنقدر ناخذ من الطفل لنوصله لهي المهارة اللي هي الحساب. طيب خلينا نتعرف كمان على المراحل الأولى اللي بيتم اكتشاف فيها أنه الطفل عنده هاي الموهبة أو هاي المقدرة، كيفية تنميتها. بعض السيدات ممكن تحب أنها تنميها بالبيت قبل ما صح. تلجأ لها خلينا نقول دورات اختصاصية أو أساتذة أو مدربين مختصين بهذا الموضوع، كيف ممكن الأم أنه هي تبلش تشتغل مع طفلة بالبيت على هاي المهارة؟ صح، وهذا اللي عم بيصير، الأم عم تحب أكثر أنه تعرف هاي المهارة حتى هي تدرب أطفالها وتشوفهم هل فعلا هن اللي بيقدروا يكملوا لمراحل عالية. بتبلش أول شيء مع طفلة بأدوات كتير بسيطة بالبيت، بتحفز عنده التركيز الخيال عن طريق هاي الآلة البسيطة اللي هي العداد الصيني، بترجع بعدين بتبعد العداد لتشوفه بيقدر يتخيل هالخرزات. بس لما يصل الطفل لمرحلة عالية نحن هون بحاجة لمدرب، وطبعا المدرب أنا هون بدي أقول لهم للأهل، المدرب اللي بدك تختاري لطفلك بده يكون أكيد مناسب لإله. يعني مثلا أنا طفلي هادي بدي مدرب يكون عنده حيوية ونشاط أكثر حتى يحفزه طبعا ويعمل تعلم تفاعلي ويلعب أكثر معه، أما طفلي لا كتير حرك ونشيط، أنا بدي اختار له مدرب هادي، مدرب عنده تركيز أكبر يركز معه على النقاط الأساسية الهدوء. يعني في صفات معينة لازم يكون متمتع فيها المدرب. يمكن هلا بعد شوي حيمرق معنا عن التدريب، ما بعرف إذا هلا رح يمرق معنا. خلينا نحكي أيضا أكثر عن استجابة الطفل للمدرب. أحيانا في أطفال مثلا ما بتتأقلم معه، في أطفال بتتأقلم معه، قديش مهم يكون في انسجام. أنا دائما بقول لهم للمدربين وللأهالي إنه كل أطفالنا عندهم موهبة الحساب الذهني، فما تخضعوا كل الأطفال لهي المهارة، بس أنتوا إذا حطيتوهم بمستوى أول أو ثاني هنا عم بيستفيدوا منها كتركيز أكثر، حفظ أكبر، حتى تقوى ذاكرتهم أكثر. المدرب بهالحالة هو بيكتشف الطفل، يعني قديه مستمتع بهي المهارة اللي هو عم يعملها. احنا قلنا ان الطفل عنده قدره، قدرته هي خلتنا نحن نخضعه لهذا البرنامج، هو برنامج الحساب الذهني، وعندنا برامج كثير مماثله له، مو بس الحساب هو المهاره الوحيده عند الاطفال. صحيح. في الخطابه، في الموسيقى، في المذيعين ممكن يكونوا مثلكم كمان، في كثير مواهب عند الطفل ممكن نحن ننمي له اياها، لكن هي الموهبه هي اللي اخذت رواج كثير بسوريا، كونها موهبه بتبلش بالخيال عند الطفل اللي هو من 3 سنين ل 12 سنه لازم نفعل له اياها حتى يقدر هو يكتشف حاله.
شوي. أكيد يعني كمان عم نشوف مشاهد من التدريبات للأطفال. خلينا نحكي شوي اليوم قديش كمان وجود طفل مع أطفال مثله عندهم قدرات، قد هذا الشيء بيساعده، وخصوصا نعرف ليه كثير طلاب سوريين. ومن فتره كان في معنا من الاطفال اللي شاركوا برا وكانوا من تدريبكم، شاركوا برا واخذوا مراتب عاليه، وصلوا للمراتب الاولى بالقدرات والحساب الذهني. صح، الطفل بالنسبه له هي المهاره والمنافسات اللي احنا عم نعملها كمسابقات وتاهيله لمسابقه عالميه بالنسبه له تجربه كبيره كثير، بتهيئه ليكون بفرص حياه اكبر. يعني نحن ما المهم انه انا طفلي بهذا الوقت هو ربح كأس او لا، لا مو يعني انا ربحت كأس يعني انا مميز اكثر من اللي ما ربح، او انا حصلت على مرتبه معناتها انا تدريبي افضل، ابدا. هي فرصه سنحت لهذا الطفل لانه يحصل على هذا الكأس، لكن بالمقابل في عندي اطفال كثير تدريبهم ولا اروع ومميزين لمميزين كثير. بالحقيقه هدول لازم يكون لهم برامج رعايه خاص حتى نحن نقدر نستكشف هالقدرات اللي هن عندهم اياها، نحولها لمهاره يستمتعوا فيها لنقدر نصل لموهبتهم اللي هي فعلا الحساب الذهني. نعم، نقدر كمان أهلهم لبرا مثل ما حكيت. نعم، يعني عم نشوف إبداعات من خلال مساحتنا الصباحية. دائما كان لنا وقفات مع أطفال متميزين سوريين رغم الظروف اللي مرت على سوريا، ولكن عم نشوف في إبداعات. قديش عم بتشوفي حالات مميزة، قديش عم تتفاجئي، قديش عنا ذكاء، قدي عنا إبداع. صح، عنا ثقافة انتشرت، خلينا نقول بزمن كتير كان صعب أنه تنتشر هيك ثقافة، لكن هذا بدل على وعي أهل على الأطفال اللي هن أصلا حابين يتعلم. والأهل اللي يعني في كتير أطفال هن بيجبروا أهليهم، أنا بدي روح، أنا بدي سجل، أنا بدي. هلا أنا هون بدي أقول للأهل أنه طفلك إذا مستمتع بهالمهارة كمل معه أكيد. نعم. يعني كمان خلينا نحكي شوي عن التدريبات اليوم. انتم متواجدين، بيقدر كل الاهل اللي شايفين باولادهم انه هن عندهم قدرات يتوجهوا لكم يسجلوا اولادهم بدورات تدريبيه. خلينا نحكي عن هاي المراحل اللي بيخضعوا لها، كيف بتتم مرحله التدريب؟ بيبدا مثلا بشكل فردي ولا من البدايه بيكون صفوف جماعيه؟ هلا هو صار الانتشار اكثر بالمراكز بالمدارس، المدربين هن عم يروحوا على مدرسه فعم يتلقاها عدد كبير من الاطفال. هلا هون دور الأهل، أنا شفت ابني مستمتع بهالحصة، بحب كتير، عنده وقت قايمه لهي المادة لهي المهارة، هون أنا ممكن أني أخده على مركز وأقوي له إياها واخدعه لمستويات أعلى، يعني يصير بقى ليفل 3 4 لآخره، ليصير للمئات للآلاف، ليقدر كمان يحل ضربه اسمه وبعدها ينتقل للجذور للأعداد السالبة وينتقل لبرامج أقوى أكيد. نعم، يعني كلمة أخيرة بتحبي توجهيها لكل الأهالي اللي عم يسمعوكي، اللي حابين يكونوا أطفالهم مع هدول الأطفال يلي عندهم هيدا القدرة، كيف فيهم يتوجهوا ليسجلوا أطفالهم بالمراكز للتدريبية؟ أنا بالحقيقة بدي أقول لهم للأهل أنه طفلك هو أمانة بين إيديك، إذا أنت لقيتي لديه القدرة على تلقي هيك معلومات فما تحرمي منها، لأنه هاي المهارة حتساعده مستقبلاً لتنمية موهبته اللي حتصير مهنة له. أكيد، يعني بدنا نتشكر وجودك ست رفيدة مكية مدربة حساب ذهني، أهلا وسهلا فيكي ونورتي صباحنا. شكرا كثير لكم. شكرا لكم وأهلا وسهلا فيكي. شكرا لاستضافتكم. أهلا وسهلا.